ازاي اجهز وجبة المدرسة؟ يعني احط ايه في اللانش بوكس عشان كرواسون طيبين النهارده اول يوم مدارس؟ من فضلكم شيروا الفيديو عشان الناس تستفاد، ومن فضلكم نصلي على سيدنا محمد في التعليقات عشان ناخد الثواب. ازاي اجهز اللانش بوكس؟ اول حاجة ما احطش فيه حلويات، لا بسكوت ولا جاتوه ولا كلام من ده ولا شوكولاتة. الحاجة التانية ما احطش فيه مقليات، ما احطش بانيه، ما احطش ناجتس، ما احطش ستريبس. الحاجة التالتة ما احطش فيه بطاطس، لا شيبسي ولا بطاطس محمرة. الحاجة الأخيرة ما احطش فيه حاجات اللي فيها مواد حافظة زي العصائر المعلبة وزي اللحوم المصنعة زي اللانشو. طيب احط فيه ايه؟ أول حاجة احط فيه ساندوتش، ساندوتش فول، ساندوتش جبنة، وايه كمان؟ ويا ريت احط مع الساندوتش ده حاجه جواه، يعني جبنه بالطماطم، جبنه بالخيار، فول بالطماطم، وكمان احط معاه ايه؟ كمان احط معاه ثمر الفاكهه، الفاكهه احسن من العصير. احط معاه كمان ايه؟ احط معاه 3 زيتونات عشان الزيتون مصدر مهم جدا للاوميجا 3 والتركيز. ممكن احط معاه كمان كبده من المكسرات او من فول السوداني. دي اهم حاجات ممكن احطها في اللانش بوكس عشان اطفالنا تبقى اصحاء وتركيزه يبقى كويس. اي سؤال عايزيني او اجاوبه اكتبوه في التعليقات. حياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحه العامه.